والله نطالب انه يرفعون الانقاض مالتها ويستثمروها بشيء مفيد للبلد، او يرجعون معمل البيبسي نفسه. زين، احسن ما تظل هاي الوضعيه هذه وصايره يعني مضطجع من النفايات والسكراب. زين، فهذا الشيء احنا نناشد الدوله ونناشد الحكومه انه يرفعون الانقاض ويستغلوه او يرجعوه مثل ما كان. والله هاي صار له من التحرير. معمل البيبسي المفروض يعيدون اعماره، يعيدون الامور مالته، والزنجلي بالاحداث الزنجلي ما كملوها. فكيف يسوون معمل الزنجلي؟ هم مستشفيات ما عندهم، هاي الكمام اللي ما عندهم، سرنجه ما عندهم. هو المفروض من المحافظ، المفروض من رئيس الوزراء، زار الموصل، من زار الموصل سوى ممنوع التجوال ما حد ما شافه. المفروض رئيس الوزراء يلتقي بالمواطنين، يشوف معاناتهم، يشوف شغلاتهم. ما المفروض يجي يعني يسوي ممنوع التجوال ما حد ما يشوف يروح ويجي؟ هذا المفروض هيك يعني. اذا اكو دوله ورئيس وزراء صحيح يجتمع بالمواطنين، بالناس الفقراء، بالقديمه، الناس المدمره، يعني العاطله، يعني 80% من الموصل العاطلين بطالين عطاله بطاله. السبب هذا التلكؤ، الفساد الاداري طبعا، والاحزاب مسيطره على الموصل طبعا، واكثر الاراضي مال الموصل انباعت جبايه، كل اللي هذا فلان لواء فلان وفلان ما اعرف ايش، الامور كلها يعني تعبانه. يعني الامور هي اصلا مفوض امرنا على الله سبحانه وتعالى. من التحرير لحد الان، من الضرب لحد الان، ما حد جاء ولا حد جاي يمه. اي شركه مساهمه تصور لحد الان لا عمره ولا شيء، يعني المفروض يسووه يعني على الاقل متنزه للمنطقه هنا شويه، يعوضون من العالم به. يعني خرابه في خرابه، يا هو يجي تنقاض به لحد الان، يعني لا حد جاء ولا حد شافه.